طيب نروح نشوف بقى ونتابع مع حضراتكم الأجواء في الجزائر. يعني خلاص يعني ساعتين ونص تقريبا بيفصلونا عن المواجهة، نعرف كمان أخبار التمرين الرئيسية، نطمن على عناصر الفريق ونتكلم على الثلاث ساعات أو الساعتين ونص المتبقين قبل المباراة، جدول أعمال الفريق فيهم هيكون إيه وإمتى هيتحرك لملعب المباراة. هيكون معنا زميلنا كريم أحمد من الجزائر. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك الزميل العزيز احمد سمير، برحب بيك في البدايه وكل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك كريم. يعني بدايه طمنا سريعا كده على اخر تمرين، احنا يمكن ما تابعناهاش هنا في السادسه معاك امبارح، لكن نعرف كده ملامح التمرين الرئيسيه للنادي الاهلي امبارح على ملعب 5 يوليو. الفريق النهارده يعني بيحضر ازاي للمباراه وايه المفترض خلال الساعتين ونص قبل بدايه اللقاء؟ يعني في البدايه طبعا التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي كان على ملعب 5 جويليه، طبعا اللي هيستقبل هذه المباراه. ملعب جيد جدا في البدايه، ارضيته مميزه جدا، ان شاء الله تساعد النادي الاهلي في اداء مميز جدا ونتيجه ان شاء الله تحجز لنا الطاقه مهمه جدا للمباراه النهائيه. الجديه المعتاده الحقيقه زميلي احمد على فريق النادي الاهلي والحاله الكبيره وحاله المحله المعنويه المرتفعه بشكل كبير جدا بالحرص الكبير، بناكد على هذا الامر لان كل مره نتيجه 4-0 في ذهن اللاعبين لكن داخلين هذه المباراه بنتيجه 0-0. ده اللي احنا لمسينه مع لعيبه النادي الاهلي من خلال التعامل ومن خلال التدريبات ومن خلال الاحاديث الثنائيه والجماعيه مع لاعبي النادي الاهلي، فيمكن الامور دي بتطمنا بشكل كبير جدا مع التوفيق ان شاء الله زي ما كان معانا في المباراه الاولى، يا رب يكون معانا ايضا كمان في المباراه الثانيه. بيتسو موسيماني امس الحقيقه يعني ال 60 دقيقه اللي كانت خاصه بالتدريب، الجرعه التدريبيه كانت مميزه، بدا بفقره طبعا كالعاده فقره بدنيه قصيره جدا ومنها مباشره بقى الشغل التكتيك وكروسات على المرمى شوتنج من خارج المرمى، وانتهى المران بركلات الترجيح كعاده بيتسو موسيماني قبل كل مباراه في البطوله الافريقيه. حاله التركيز المتواجده وحاله ايضا كمان المعنويات المرتفعه ان شاء الله باذن الله يكون مردودها كبير جدا في 90 دقيقه لفريق النادي الاهلي. في اللحظات اللي انا بكلمك فيها زميلي احمد انتهت المحاضره الفنيه الاخيره لبيتسو موسيماني، ويمكن في خلال 45 او اقل من 45 دقيقه هنتوجه مباشره الى ملعب 5 جويليه اللي قريب جدا من فندق الاقامه، من 17 ل 20 دقيقه قبل المباراه طبعا كالعاده واللوائح الخاصه بالكاف تصل قبل المباراه بساعه ونصف، ف6 مساء طبعا التوقيتات اللي انا بتحدث بيها توقيتات خاصه بالجزائر، 6 ان شاء الله نتوجه، 6 ونص نصل الى الاستاد ومنها مباشره بقى نتمنى ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه اليوم. اطمن منك بدايه برضو على حاله حمدي فتحي، انا عارف ان الاخبار اللي جايه من عندكم انه الحمد لله جاهز للمشاركه، بس برضو اطمن الجمهور بما انك متواجد معاهم ومتابع لحاله حمدي في الملعب واكيد شفته في تمرينه امبارح، تطمنا على حاله حمدي فتحي كريم. حمدي فتحي جاهز ان شاء الله باذن الله لهذه المباراه، ادى الحقيقه التدريب بالكامل امس، المشاركات الشوتنج التاكلنج السبرنتات كل الامور دي كنا حابين نطمن عليها ونشوف بعينينا حمدي فتحي مدى الجاهزيه، لكن عايز اقول ان حمدي فتحي من اللعيبه المقاتلين الحقيقه وده اللي احنا بنشوفه في كل المباريات وفي كل التدريبات، عنده تحدي كبير، عنده امل كبير جدا ان شاء الله النادي الاهلي يرفع كاس هذه البطوله، وده الحقيقه مع كل لعيبه النادي الاهلي. ايضا كمان منعم بناكد على جاهزيته استثناء طبعا هو عمرو السوليه اللي بنفقد خدماته في هذه المباراه، لكن عندنا 11 راجل ان شاء الله باذن الله مهما كان الاختيار مين هيكون متواجد مين هيلعب في مكان مش مكانه، عندنا تحدي كبير جدا النهارده ان شاء الله ولاعبتنا ثقتنا كبيره جدا فيهم، ثقتنا كبيره في لاعبي النادي الاهلي مع الجهاز الفني مع مجلس اداره النادي الاهلي اللي بيدعم بكل قوه، ايضا كمان وصول المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي بينضم لاعضاء المجلس في رساله وتحفيز مهم جدا للاعبي النادي الاهلي، فيا رب كل الامور دي اللي احنا عايشين فيها من اول ساعه لينا هنا في الجزائر تنتهي بفرحه كبيره والشعب المصري ان شاء الله يكون سعيد وتحديدا جمهور النادي الاهلي يكون سعيد النهارده ان شاء الله. من اول ما وصلتم الجزائر يا كريم لغايه يعني لغايه ساعتين يمكن قبل بدايه المباراه، الاجواء العامه ايه؟ الناس هناك سواء جمهور سواء وسائل اعلام ازاي باصين للمباراه ومواجهه الاهلي مع وفاق الصيف؟ يعني في البدايه كل الاعلام الجزائري الحقيقه يعني بيدي افضليه كبيره جدا للنادي الاهلي، وده من خلال المتابعه للمباراه الاولى ومن خلال الاداء ومن خلال النادي الاهلي قبل سوء توفيق في المباراه الاولى بعيدا عن نتيجه 4-0، انت ضيعت كور كثيره جدا وكنت ليدنج بشكل كبير جدا في المباراه، فالكل بيكلم على قيمه النادي الاهلي الكبيره وعلى تفوق النادي الاهلي، وبنقابل كل الحقيقه الشعب الجزائري اللي متواجد معانا يقول لك تكسب 3 اللي يقول لك تكسب 2، فيمكن ان شاء الله باذن الله لعبتنا يوصل لها بشكل كبير، والشناوي يتكلم على هذا الامر في المؤتمر الصحفي وقال في ترحاب كبير جدا
جدا من الشعب الجزائري الشقيق لفريق النادي الاهلي، لان ده النادي الاهلي قيمته كبيره جدا زميلي احمد. انت عارف كل لما بنكون متواجدين في اي مكان اللي بيطلب تي شيرت من اي لعيب اللي بيحاول يتصور معاه، فيمكن الامور دي كنا حابين كمان ننقلها. واللفته الطيبه اللي قام بيها مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه طبعا الوزير العامري فاروق في زيارته للاتحاد الجزائري لكره القدم ومقام الشهداء، مردودها كان كبير جدا حقيقه في الشعب الجزائري، لان القيمه الكبيره ما بتيجي من النادي الاهلي مع ايضا كمان اشقائه الجزائريين بتكون ليها تاثير كبير جدا. فكل النقاط دي وكل الامور دي مردودها ان شاء الله ينعكس على لعيبه النادي الاهلي في هذه المباراه. اجواء طيبه جدا، الجمهور المصري والجمهور ايضا كمان الجزائري هيكون متواجد، الجاليه المصريه تدخل 350 مشجع يكونوا متواجدين، معامله بالمثل زي ما اكدنا اكثر من مره مجانا كل التذاكر. على الجانب الاخر احنا مش في سطيف، لو كنا في سطيف العدد كان ممكن يبقى كبير جدا لجمهور سطيف، لكن مهما كان العدد مهما كان عدد الجمهور هو هدف وحيد ان شاء الله العوده من الجزائر ببطاقه التاهل للمباراه. الجو عامل ايه عندكم النهارده؟ جو كوره ولا يعني جو فيه مشكله؟ يعني هو مشمس شويه حتى لهذه اللحظات، لكن اول ما الشمس بتغرب على طول يعني نقدر نقول بيكون درجه الحراره بتصل ل 13 14 درجه. جو كروي ان شاء الله باذن الله مع ارضيه الملعب الجيده جدا، متفائلين ان شاء الله باذن الله ان المناخ اللي احنا عايشين فيه وربنا ان شاء الله يكون مع لعيبه النادي الاهلي الكل مجتهد نصيب، لعيبتنا اجتهدت، الجهاز الفني اجتهد، ويا رب ان شاء الله باذن الله نكون النهارده قد المسؤوليه ولعيبتنا تكون قد المسؤوليه ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد من داخل مقر اقامه الفريق في